هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الغربية. فيها تم افتتاح مستشفى أمراض وجراحات الكلى بطنطا، أما في الفيوم فتم تخصيص 14 مجزر لذبح الأضاحي مجانا، وده تيسيرا على المواطنين ولمنع الذبح خارج المجازر. كمان في المنيا تم استقبال 381 ألف طن قمح بالصوامع والشون منذ بداية موسم التوريد، وفي الشرقية تم توزيع 2400 كيلو دواجن مجمدة على المستحقين تزامنا مع عيد الأضحى. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الغربية شهدت جامعة طنطا افتتاح مستشفى أمراض وجراحات الكلى. يعد المستشفى أول مركز تميز طبي وبحثي لأمراض وجراحات الكلى لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا، وتم إنشاؤه بأعلى المعايير الدولية ويواكب الجيل الرابع من المستشفيات. في المنوفية تم افتتاح ممشى أشمون الجديد بطول 1500 متر بعد الانتهاء من تطويره، مع التوجيه بزيادة عدد استراحات للمواطنين وتوفير الخدمات المميزة لهم من خلال تزويد أكشاك الخدمة وأيضاً زراعة المزيد من الأشجار لتوفير متنفس جمالي وحضاري لأهالي أشمون. في دمياط أكدت مديرية الصحة إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة حقك تنظمي اللي استمرت على مدار 10 أيام قدمت خدمات تنظيم الأسرة ل 8085 منتفعة من محافظة دمياط من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة. في الفيوم أعلنت المحافظة عن تخصيص 14 مجزر حكومي لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية لذبح الأضاحي مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين ومنع الذبح خارج المجازر لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة. في المنيا أكدت المحافظة استمرار استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024 في الشون والصوامع، وتم توريد 381 ألف من الأقماح منذ بدء الموسم من خلال 42 موقع تخزيني تم تجهيزها لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول. في بني سويف أكدت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية سادمانت مركز إهناسيا مكونة من 9 عيادات، وتم الكشف على 1739 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في الشرقية أعلنت مديرية الأوقاف أنه تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام لها، وتم تسليم 2400 كيلو دواجن مجمدة لتوزيعهم على المستحقين، وده من خلال خطة عمل بيتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة.